صحيح يا يوسف بيه، هو انت كنت ناوي تقتلني امبارح؟ امال ايه؟ ده انت لحقتني على اخر لحظه. بقول لك ايه؟ دلوقتي دلال ما تعرفش اني عرفت، فانا عايزك تشغل مخك الجهنمي ده وتعمل لي فيلم هندي من بتوعك اطمنها واغريها، وقت التنفيذ هبقول لك تعمل ايه. ايوه يعني ساعتك بقى ابتدي انا امخمخ واخطط. بروقان، المهم ان احنا ما نهملش شغلنا. تمام يا برنس. وعلى فكره شيطانك ده لو وزك تاني انا هقطع رقبتك دي يا زكي. يا يوسف بيه انت مش عايز تنسى الحكايه دي، ما انت خلاص. انا بقولش. الو، ايوه يا حاج، قابلتها؟ طب تمام، هنيالك يا سيدي. بقول لك ايه، انا عايزك تفتحها في موضوع الزفت ده. ايوه اللي اسمه كمال ده. ماشي 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 يا حاج، ما تغيبش بقى لحسن ابعت لك دلال. صوري انا دلوقتي متاكد ان امي ربنا يرحمها دعت لي ان ربنا ينور حياتي بست تنور الدنيا كلها. طب وهو ربنا استجاب لدعاه وبعت لك ست زي القمر؟ ليه؟ مين دي؟ مراتك. هو انت متجوز كام واحده يا حاج؟ يوه، انت قصدك على دلال يعني؟ لا لا، انا قصدي على ست تانيه، ست غير بقيه البشر. الله، ايه الجمال ده يا سيد؟ انا اول مره اعرف انك شاعر. يا ست انت جمالك ينطق الحجر مش البشر. مش عايز انا ابقى شاعر. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك. بس المهم ان انا حاسه ان انت عايز تقول حاجه وفي حاجه مضايقاك وعمال تخبي عليا. انا ما اقدرش اخبي عليك حاجه. طب يلا قول لي ايه اللي مضايقك بقى. اهو انت كده ناصحه فعلا، انا فعلا متضايق. طب في ايه؟ طمني. اللي مضايقني الواد كمان. ليه يعني؟ فصاري الواد كمال ده ينصب عليا. ازاي؟ مش فاهم. لعب عليا لعبه ملهاش لازمه يعني. طب هو ايه مصلحته في كده؟ يعني انتي ما تعرفيش؟ وانا هعرف منين بس يا حاج؟ انا كان متقالي انك عارفه كل حاجه وبيقول لك يعني. كمال صديق وانا بحترمه قوي، هو انسان عزيز عليا. طب كويس ان انتوا صحاب، عشان كده انا نفسي تقولي له انه يرجع لي الشيك، والا هعمل فيه اللي ما يقدرش يحلم ولا يفكر انه ممكن يتعمل فيه وفي اهله. حاضر يا حاج، هبلغه. بس الكلام ده اذا رد عليا. هيرد عليك ان شاء الله، وهتعرفي تعقليه. وعلى كل حال لو عملتها لي وخلصتيني من الواد الزفت ده هيبقى لك عندي مفاجاه كبيره جدا. مفاجاه ايه؟ وانا لو قلت لك هتبقى مفاجاه ازاي بقى؟ يا خوفي منك ومن مفاجاتك. يا فرحتي انا بيكي. خير؟ ده انذار من المحكمه بالحضور. حضرتك اللي هتستلمه؟ ان شاء الله. لو سمحت. حاضر. ماشي يا كمال. اتفضل. سلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك تقرب لي الحاج سيد الدقاق؟ انا مراته. خير؟ طب لو سمحت مديلي على الانذار ده. انذار ايه؟ الحق يا وحيد، دي قضيه من طرف ابنه كمال سيد الدقاق. امضي لك فين يا حاج؟ اتفضلي حضرتك مديلي. حلو، شكرا. العفو، سلام عليكم. انا كنت عارف ان كمال دماغه ناشفه ومش هيسيب حقه. يسيب ايه يا اخي وقرف ايه؟ ما هو الحاج اداله فلوسه وخلاص، اللي بقى يخليه يروح يزور شيك ويضحك عليه. كمال مش بيضحك عليه، هم سرقوا فلوسه وهو عمل احتياطي لكده واللي حسبه لقاه. وانت ايه بقى اللي مخليك كده يا فزلوك يا وحيد عصرك واوانك متاكد ان الحاج او يوسف هم اللي سرقوه؟ او الاتنين مع بعض. بقول لك ايه،
ما تلم لسانك وتروح تشوف شغلك احسن لك. ما انا لمع على الاخر. طب روح يا وحيد. اوعد قولي لحد اللي انا قلته ده. ايه خايف؟ يعني محضر في الوكاله ومحضر في الفله. سبحان الله اللي بيعمله الواد ده. ايه ده بس يا حاج؟ ايه ده مش كده؟ الله اهدى ازاي وانا ورايا واحد زفت زي ده. طب انا هقول لك على حاجه، انا هكلم المحامي. لا لا سيبك من المحامي ده، ده الراجل المحامي بتاعك وده بالكتير يترافع في مخالفه بتاع واحده رمت ميه وسخه على ناس ماشيه في الشارع. لا لا استنى، انا هستنى اما اشوف لقى هتوصل لايه. لقاء؟ الله انت لحقت تجندها يا حاج. وحشتني قوي، قلت اجي اطمن عليك وحنن قلبك عليا شويه. انت كويس؟ ايه مش هتقولي تفضلي؟ تفضلي. عامله ايه؟ بتشربي حاجه؟ أنا نفسيتي تعبانة أوي يا لقاك. أنا جنبك يا حبيبي. قولي أنت مالك؟ سيب لي نفسك وأنا هساعدك. سيد الدقاق. سيد الدقاق على فكرة مش أكتر من حماية ومشروع شغل، ولو أنت مش عايزه يمشي أنا كمان مش عايزة يمشي، بس الراجل ختم في صباعي، يعني ممكن أساعدك بأي حاجة. من فضلك ما تدخليش نفسك بينا. حاضر. بس بشرط. بص في عينيا يا كمال. بص في عينيا وقولي انك مش عايزني، ولو قلتها وحياتك عندي ما هتشوفني تاني. ما اقدرش اقول كده طبعا. يبقى انت بتحبني؟ قولها بقى يا اخي قول. تشربي شاي؟ نشرب شاي. سيد فين يا فرح؟ مش موجود. أستاذ يوسف تعالى بسرعة، مرات الحاج سيد هنا بسرعة عشان دخلت مكتب الحاج. أنا رفعت القضية خلاص ومش خايف. طب ما تخليني أحاول أحلها لك وأنت، دول قريبين من الحزب قوي معاهم بلطجية البلد كلها، أنا خايفة عليك. لو حسيت بأي غدر هقتلهم هما الاتنين، ما بقتش تفرق معايا، اللي كنت بخاف عليها خلاص الله يرحمها. اخسى عليك يا كمال، يعني ما بتخافش عليا؟ ده انت لو جرالك حاجه انا اموت. بعد الشر طبعا بخاف عليكي، بس غصب عني لما بسمع سيرتهم دمي بيفور. طب اهدى، ولو بتحبني بجد اسمع كلام. اسمع. روح اقعد معاهم في الفيلا، اتعامل معاهم ببساطه عادي، يعني خليك قريب منهم. اشمعنى؟ عشان انا بتهيألي ان انت لو كنت قريب عمرهم ما يفكروا يأذوك. فكر يا كمال. سيد فين يا يوسف؟ دوري عليه كده في درج المكتب ولا في دوسيه من دول اللي انت عماله تقلبي فيهم، يمكن تلاقيه. انا بس بدور على اي دليل يعرفني مكانه فين. طب ما تكلميه على محمود. كلمته وما بيردش عليا من امبارح يا اخي، ده انا حتى ما عارفه هو ميت ولا عايش. لا لا عايش عايش، ده لسه مكلمني الصبح. مكلمك وقال لك ايه؟ لا 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 نزلي ايدك الجاكيت كده. ايه يقول لي ايه؟ يعني مكالمه عاديه بيسالني على حاجات في الشغل. وقال لك هو فين بقى؟ تصدقي انت لو شغلتي مخك حبه صغننين كده تعرف ان انت في خطر جامد يا دلال. خطر؟ خطر ايه يا يوسف؟ ومن مين؟ معقول يا دلال؟ ده انا فاهم ان انت انصح من كده يا حبيبتي، انا فاهم انك انصح من كده، عايز انا اقول لك خطر من مين؟ طب تصدقي زعلت، والله العظيم زعلت.